وهنعمل كمان قلقاس باللحمه. انا سلقه اللحمه ودي المرقه بتاعه اللحمه، معانا سلق ومعانا خضره. اول حاجه بنعملها ايه؟ بنحط سمنه بلدي، ماشي. القلقاس عايز سمنه بلدي عشان يبقى طعمه حلو. سمنه بلدي، فصوص ثوم سلق مغسول ومتقطع شرايح او متساب حتى زي ما هو كده هو بيدبل، خضره كزبره، ماشي، كزبره، تمام. طيب هنعمل ايه هنا بقى؟ الحله اصلا اوريدي سخنه قوي. هحط السمنه البلدي وطبعا القلقاس، في ناس بيغسلوه كويس قوي ويقشروه ويقطعوه، وبعد كده بعد ما يقطعوه يمسحوه بفوطه كده نظيفه. انا بصراحه ما بعملش كده، انا باخده وبقشره وبقطعه وكمان بغسله. بصراحه انا بعمل كده، بقول لكم، بميه سخنه عشان بيبقى فيه ماده لزجه كده ما بحبهاش، بتمط كده فبحب اشيلها. خلاص. طيب كل واحد بقى يقطعه وينضفه بالطريقه اللي تعجبه. القلقاس بقى محتاج قلقاس طبعا، الخضره بتاعته اللي هي سلق وكزبره خضره متقطعين او مفرومين، عندنا فصوص من الثوم مع سمنه بلدي، هنشوحهم كويس جدا جدا مع السلق لحد ما السلق يبقى لونه اخضر مسود، يعني اللي هو الزيت الغامق جدا. خلاص، هو لازم يتحمر ويبقى كده. اهو الثوم اهو زي ما انتم شايفين، هشوح الثوم كويس قوي. بصوا الثوم اهو الريحه ابتدت تطلع. هحط السلق، الخضره ما بنحطهاش من الاول، واقلب. شايفين؟ بصوا السلق انا نقلته هنا بس عشان بصراحه الطاسه دي طبعا بتسرع اكتر في عمليه ان هو يغمق او الثوم كمان يتحمر اكتر. تعالوا هنا بقى هحط معلقه من السمنه البلدي وهحط رشه فلفل اسود مع ملح مع مستكه وورق لوري وفصين من الحبهان، وهحمر اللحمه اللي انا هحطها في القلقاس. بصراحه بتفرق جدا في الطعم لما تتحمر بعد ما تتسلق. خلاص اهو ابتدي بقى اشوح كده اللحمه اهي، ويفضل تبقى لحمه ملبسه يعني اللي هي بيبقى فيها شويه دهون. بصوا السلق اهو ابتدى لونه يغمق. امتى بنحط الخضره؟ بنحط الخضره في اخر مرحله من السلق، نشوحه تشويحه كده قبل ما نشيل السلق من على النار. هشوح القلقاس، القلقاس انا سلقاه نص سلقه، ماشي، واللحمه مسلوقه، فلما اسلق القلقاس نص سلقه واحطه يتشوح كده مع اللحمه وبعدين احط عليه المرقه، اللحمه هتبقى دايبه خالص والقلقاس هيستوي جوه السلق والمرقه. خلاص اهو احط بقى المرقه، مرقه اللحمه اهي. طيب ابتدي بقى احط الكزبره معاها معلقه سمنه كمان. المشكله بقى ان القلقاس بيحب السمنه البلدي اهو. هنعمل بس خطوه صغننه كده ظريفه قوي. بصوا السلق اهو هحطه في الكبه عشان اطحنه بس يبقى جاهز اهو. عايزين نطحنه لحد ما يبقى عامل زي البوريه كده بالظبط. طيب هنعمل ايه بقى هنا؟ الحاجه الصغننه دي اهو هحط سمنه بلدي مع ثوم، فصين ثوم بالظبط مفرومين مع سمنه بلدي، احط معاهم كزبره، عارفين التقلية بتاعت الملوخية؟ هي دي.
اهو اتحمرت بس، حبه مرقه احط حبه هنا كده. جربوا كمان التركية دي هتعجبكم قوي. ونحط السلق هحطه هنا بقى واسيبه يغلي غلوة واحدة بس، عشان هو كده خلاص بقى جاهز ان احنا نغرفه. لو ما بتحبوش التوم قوي ممكن نحط نشوح الكزبره ونحط رشه بس بودره توم. ماشي، نسقسقه كده ونقوم حاطينه. وللاسف خلاص كده خلص.